جيش الدفاع الإسرائيلي استهدف هؤلاء الذين كانوا يعملون على زعزعة الاستقرار الأمني. يا أهل غزة، في أربعة الأيام الأخيرة حركة الجهاد الإسلامي أصرت على تنفيذ عملية ضد دولة إسرائيل بغض النظر عن التداعيات الأمنية والمدنية على أهالي قطاع غزة. جيش الدفاع الإسرائيلي استهدف هؤلاء الذين كانوا يعملون على زعزعة الاستقرار الأمني، ونحن لم نسمح المساس بسلامة المواطنين في إسرائيل. المسؤولية على حركة حماس، تهتم أكثر بمن؟ برفاهية أهالي القطاع؟ أو المنظمات غير المنضبطة؟